أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عصر الآباء يتكلم. موضوعنا النهاردة عن أخلاقيات المحبة. يمكن المصطلح شوية يكون شكله غريب، إيه أخلاقيات وليه المحبة؟ ما الإنسان اللي عنده أخلاق هيبقى عنده محبة. لكن الحقيقة إنه علم الأخلاق ليه مفردات كتير قوي، يعني في علم بيدرس في كثير من الكليات اللاهوتية عن الأخلاق المسيحية. وما هو علم الأخلاق؟ وحتى في الكليات النظرية بيدرس كتير من الكورسات عن الأخلاق، وحتى في بعض الدول قالوا بلاش ندرس التربية الدينية لكن ندرس أخلاق، ندرس مادة الأخلاق. والشعوب كلها بتبحث عن الأخلاق لأنه بالأخلاق ترتقي الشعوب، والشعوب عندما يكون عندها أخلاق ترتقي. لكن الحقيقة أنه من كل أنواع الأخلاق يوجد أمر لا يمكن ان احنا نمثله، هو المحبة. ممكن تبقى كويس مع نفسك او كويس مع بيتك لكن مش كويس مع الاخرين. ممكن تبقى بتحب تعمل حاجة محددة في تنجز معين، وممكن تنجز شيء للكون كله رائع جدا، لكن ما بتعيش حياة المحبة الحقيقية. عشان كده حطينا العنوان ده اخلاقيات المحبة. الاباء قدروا يفهموا كويس جدا مفهوم اخلاقيات المحبة ده وعايشوها في حياة حقيقية، لأنهم كانوا تلاميذ حقيقيين للسيد. وأنا أقدر أقول أن كل تلميذ حقيقي للسيد بيقدر يعيش أخلاقيات المحبة الحقيقية المسيحية المعاشة القلبية، مش المزيفة الشكلية. في يوم من الأيام عبر المسيح في يوحنا 13 لتلاميذه وقال لهم، لما خرج يهوذا بعد تناول اللقمة قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، وما دام الله قد تمجد فيه فأنه سيمجده في ذاته وسريعا سيمجده. يا أولادي الصغار، يا أولادي الأحباء، سأبقى عندكم وقتا قصيرا بعد ثم تطلبونني، ولكني أقول لكم ما سبق أن قلته لليهود، أنكم لا تقدرون أن تأتوا حيث أنا ذاهب. وفي عدد 34 قال: وصية جديدة أنا أعطيكم. وكأنه هو لم يلغي الوصايا العشر، لكن وصية جديدة أنا أعطيكم: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون بعضكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم لبعض، أو إن كنتم تحبون بعضكم بعض. أقرأها تاني في يوحنا 13:34: وصية جديدة أعطيكم، أحبوا بعضكم بعضا. من أروع الوصايا اللي ذكرها الرب يسوع للتلاميذ وهو في ختام حياته التبشيرية على الأرض، وكأنه عايز يقول لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم نحو بعض. الموضوع مش لوغاريتمات يا جماعة. أخلاقيات المحبة هي أخلاقيات العطاء بلا انتظار لمقابل. يعني أنت بتحب زي الأم لما بتحب البيبي بتاعها، هي مش منتظرة منه شيء، هي تعبت فيه 9 شهور، تمخضت بألام صعبة جدا جدا، لكم أن تتخيلوا، أمهات كثيرة يشاهدوني الآن، ومع ذلك بتحبه، مفيش أي بنفتس منه، لكن بعد كمان ما بيخرج بتهتم بيه، تحميه، تنظفه، وتخليه بالها منه، تأكله، تشربه لغاية ما يكبر. وبعد ما يكبر تهتم وتعولي الهم عليه، تبقى واخده بالها منه. وبعد ما يتجوز تهتم بيه وبولاده. عطاء 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 الأم، عطاء الأم بلا مقابل. مفيش أم بتنتظر شيء من بعد ما بتدي، وحتى لو ادت بكل حب وبكل تضحيات ما تجيش تقول أنا عملت لك وعملت لك وعملت لك. هي بتحبه، هو ابنها، هو جزء منها، هي عملت ليها، عملت ليه. طبيعة الأخلاقيات في الحب الأم لابنها
ده الحب اللي المسيح عايزه يبقى متجسد في حياتنا اليومية بعضنا تجاه بعضنا البعض. واحد من الناس في مرة من المرات سأل الجموع، كان بيعمل يعني حملة تبشيرية كبيرة قوي، فقال لهم أنا عايز أسأل أكتر جزء في العظة بتاعتي أثر فيكم وخلاكم تيجوا للمسيح. فواحد وقف قال له على فكرة أنا مفيش ولا حاجة في العظة بتاعتك أثرت فيا وجابتني للمسيح. قال له إيه اللي جاب؟ قال له أنا بقالي أسبوع براقب الفريق بتاعك، الفريق بتاعك بيحبوا بعض قوي، خدموا بعض قوي، لما يبقى واحد عايز يشيل حاجة التاني يقول له لا خليك انت انا شيل، وبيتعزموا على بعض مين يعمل العمل. انا بيتي مليان بالشحنات والخصومات، مفيش اخ بيحب اخوه في البيت بتاعي، مفيش اب بيحب ابنه، مفيش ام بتضحي لاجل ولادها، كلنا في حالة من الخصام والشجار والانقسام وعدم المحبة هو شعارنا. لكن انا اتأثرت واتغيرت لانه فريقك برغم ان هم مش اخوات من لحم ودم بيحبوا بعض، وان كان المسيح اللي انت كنت بتوعظ عنه عمل كده في الفريق بتاعك اللي انتوا بتخدموا المسيح، يقدر يعمل كده في حياتي وفي حياة بيتي. انا مصدق انه يقدر يغيرني ويغير بيتي. احيانا احبائي عظتنا المنبرية الرنانة لا تؤثر في الناس، احيانا احبائي بل اكثر من ذلك احتفالياتنا الرائعة جدا ونهضاتنا الرهيبة جدا واللي بنصرف عليها قد كده وبنجيب ونعمل واوا لا تؤثر في الناس. واحيانا اعلامنا الرائع جدا الذي يظهر على القنوات باكثر شكل رائع جدا لا يؤثر في الناس، ولكن محبتنا العملية هي اللي بتؤثر في الناس. فاخلاقيات المحبة ليست فكرة، أخلاقيات المحبة ليست نوع من الفلسفة، أخلاقيات المحبة مش مجرد حفلة ونوعظ ونبشر الناس والناس تيجي للمسيح وخلاص، لا، أخلاقيات المحبة هي العطاء، هي التضحية، هي البذل، هي التعبير بشكل مادي ملموس عن محبتي للآخرين. ناس كتير ممكن تيجي تقولك احنا بنحبك لكن بالكلام، لكن مش هنتعامل معاك تاني، احنا بنحبك لكن يعني اختلفنا معاك، احنا بنحبك لكن اصلي الموضوع ما مش هيكمل بيننا. ممكن تبقى زوجة وفية جدا لزوجها تقول له يعني انا بحبك انت راجل كويس بس انا مش هكمل معاك تاني انا عايز اتطلق. المحبة هي التزام بالعيشة والتزام بالتحمل والتزام تجاه اخويا اني احبه رغم عيوبه واني اتعايش معه مش اشوطه من حياتي علشان انا مش موافق على بعض الأمور في حياته. يا جماعة احنا ياما انفصلنا وانشقينا عن بعض لأسباب تافهة جدا جدا والأمور صغيرة جدا جدا، لكن أدركنا بعديها انه لو كنا تغاضينا عن هذه الأمور كنا استطعنا ان احنا نكمل والمسيرة تمشي والأمور تمشي وما كانش في داعي أبدا للانقسام والتشرذم والبعد والطائفية والعنجهية والبحث وراء الذات والمحسوبية والكراسي وأنا مين وأنا فين. موضوع يحتاج مننا أن نراجع مفهوم أخلاقيات المحبة في حياتنا المسيحية من جديد. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، الناس مش هتعرف أن احنا تلاميذ حقيقيين للمسيح إلا إذا رأت فينا المحبة العملية، المحبة العملية اللي فيها بتروح للفقير، اللي فيها بتروح للمسكين، اللي فيها بتروح للمريض. المسيح في آخر الزمان بيكلم تلاميذه بكل فكنت مريضا فزرتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مسجونا فأتيتم إلي، وهكذا وهكذا. بعدين في يا رب احنا امتى شفناك كده وعملنا معاك؟ قال لهم
خدوا بالكم خدوا بالكم، لأنكم عملتم بهؤلاء بإخوتي الأصاغر هكذا فبي فعلتم، زي ما عملتم في المحتقرين والمرزولين في الأرض فبي فعلتم. يا ترى كم من المرات بنهتم بالأطفال المشردين؟ كم من المرات بنهتم بالأشكال الرجال والستات اللي عايشين على قارعة الرصيف بلا مأوى بلا أكل بلا شرب بلا أي حاجة بلا دواء بلا أي شيء؟ يا ترى كم مرة فكرنا في اللاجئين اللي موجودين على الحدود اللي هربانين؟ بنعمل إيه؟ يمكن بنصلي من أجلهم، ده كويس، لكن أيضا ماذا نفعل بشكل عملي من أجلهم؟ يا ترى قدرنا نكون قناة للبركة من أجل هؤلاء؟ ده اللي احنا بنحاول نشجع المشاهدين عليه، أن نكون قنوات للبركة، أن نكون قنوات نبارك بها الآخرين، أن الآخرين يتلامسوا مع احتياجاتهم من خلالنا، فإحنا نكون بالنسبة لهم مصدر حب، مصدر حب حقيقي، مصدر حب مش بالكلام لكن مصدر حب فعلي، مصدر حب نتحمل مشاكلهم، نتحمل عيوبهم، نتحمل ظروفهم الصعبة، مصدر حب يأخذ الآخر في أحضانه ويحتضنه رغم رائحته ويقدم له الحب رغم مشاكله وعيوبه. احتقار الآخرين ليس من المحبة، احتقار الآخرين لأجل أن هم ضعفاء في شكل بصورة ما في أي شيء من الأشياء ليس من المحبة الحقيقية. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم تجاه بعض، إن كنتم تحبون بعضكم بعض فده الناس بتعرف أن أنتم تلاميذ وشهود حقيقيين للمسيح يسوع. أحبائي، كم من المرات عصرنا بعضنا البعض، كم من المرات انقسمنا لأسباب تافهة، كم من المرات صنعنا أمور لا يعني يندى لها الجبين لأجل أنانيتنا ولأجل ذواتنا ولأجل أفكارنا ولأجل تعجرفنا ولأجل أننا نشعر في أنفسنا أننا أفضل من الآخرين. يا أخي كويس أن أنت تبقى أحسن من الناس اللي حواليك، يا أخي كويس أن أنت تكون عندك ملكات ومواهب أكتر من الناس اللي حواليك، لكن ده لا يعني وليس هو تصريح لك أن تحتقر الآخرين لأنك أفضل منهم، أن تحتقر الآخرين لأنك لك وزنات أو مواهب أفضل منهم. هذا ضد أخلاقيات المحبة، هذا الأمر ضد أخلاقيات المحبة، وأنا أحذر شعب الرب وكنيسة المسيح في كل مكان أيا كان لونك أيا كان جنسك أيا كان طائفتك، أنا بحذر بقول أنه شعب المسيح يحتاج أن يرجع مرة أخرى إلى الأخلاقيات المحبة، وعندما يرى الناس فينا هذا النوع من الأخلاقيات أخلاقيات المحبة يتغيروا، تتغير حياتهم لأنه بيشوفوا شيء ملموس. الفقير لما يجي لك تقول له اذهب واستدفئ كل أكلة دافية وناموا، انت عملت ايه للفقير؟ انت قلت له انت عملت ايه؟ قدمت ايه؟ كم من الملابس تفيض علينا وكم من الأكل يذهب في الزبالة، كم من الكميات الأكل اللي بنوديها الزبالة وكم من كميات الملابس نوديها وكم من احتياجات كثيرة جدا غير ملحة بالمرة نصرف عليها أموال طائلة جدا، لكن بقليل نستطيع أن نكسي طفل مشرد وبقليل نستطيع أن نداوي جرح طفل في الشارع وبقليل نستطيع أن نهتم بأسرة فقيرة ممكن تعيشها لمدة شهر، بقليل. عشان كده أحبائي المشاهدين، المحبة هي الحل الأمثل والعملي لمشاكلنا كلها، حتى على نطاق خدمتنا، حتى على نطاق كنايسنا، حتى على نطاق أشغالنا. فأنت النهاردة في الشغل لما تظهر محبة لإخواتك الكووركر الناس شغالة معاك، فأنت الناس هتترى فيك محبة مختلفة، هتترى فيك إنسان مختلف. ده مش إنسان زي الناس. الأنانية يا جماعة على فكرة ملموسة قوي، لما تشوف شخص بيبقى عايش لنفسه تقول ده أناني، ها؟ لما تشوف شخص عايش بيعرف ان الناس اللي حواليه مهما عظم شأنها ومهما قل شأنها هم كلهم عنده قيمة. باختصار شديد اخلاقيات المحبة انك انت عايش في محيط من البشر اللي عايشين حواليك ايا كان، قرايبك مش قرايبك، اصحابك مش اصحابك، الشغل مش ايا كان، الناس دي ايا كانت
راقب نفسك، لو بتعامل الشخص الغني غير ما بتعامل الشخص الفقير انت لا تمتلك اخلاقيات المحبة. لو بتعامل الشخص اللي عنده مركز وعنده شهادة عالية قوي غير لما بتعامل شخص هوملس في الشارع، هنا انت مش بتستمتع باخلاقيات المحبة. اخلاقيات المحبة هي ان تتعامل مع الجميع بانه انسان مخلوق على صورة الله، وانه الله دفع ثمن غالي فيه علشان يحرره من اسر الخطية واسر الهلاك، عشان ينقله للغنى والحياة الرائعة في المسيح يسوع. يا ترى احنا بنتعامل مع الناس باي مفهوم؟ اخلاقيات المحبة تنقلك من اخلاقيات العالم والسوق، اخلاقيات المنفعة والمصلحة، اخلاقيات شكلها يعني كويس لكنها انانية، الى الاخلاقيات المسيحية الحقيقية. فالمحبة هي ان تضحي، هي ان تعتبر الاخرين ذو قيمة، هي ان تأخذ من مالك وتعطي للاخرين، هي ان تأخذ من عرق جبينك وتبارك الاخرين الضعفاء عنك. ارمي خبزك على وجه المياه فانه سوف يأتي لك في يوم من الايام. احبائي، يمكن بنشوفش الخير اللي احنا بنقدمه دلوقتي ليه اي نتيج، لكن صدقوني عن اختبارات ناس كتير جدا بتشاهد النهاردة، تقدر تقول انا قدمت خير في حتة فلانية ورجع لي بعد وقت. اي خير، اي بركة هتقدمها، اي حب هتقدمه، اي كلمة شكر هتقدمها، اي كلمة حب هتقدمها، اي نظرة حب وتعاطف وشفقة هتقدمها، اي مال هتدفعه علشان تثبت ان انت بتحب الفقراء والمساكين او المرضى، هيترد ليك اضعاف اضعاف مما تتخيل. ودي حقيقة باختبارية اختبرها كتير من المؤمنين، ان الحب يا جماعة معدي. المناخ بتاع الحب مناخ اروع منه مفيش، لكن مناخ الحسد، مناخ الكراهية، مناخ يعني انك تعتبر الناس اقل قيمة وانك تعاملهم كده من يعني من مناخيرك وانك انت مترفع عنهم، ده مناخ مملوء شر وذات، ده مناخ مملوء كراهية وحسد، ده مناخ مش ممكن يكون بيعبر عن المسيح اللي في حياتنا، لكن يكون بيعبر عن ذواتنا وانانيتنا وكرهنا وحسدنا والبغضة اللي اتملينا بيها من ذواتنا في الماضي. عشان كده محبة المسيح لما تغمرك، محبة المسيح لما تملأ قلبك، ده أمر مختلف خالص. عشان كده احنا مش بنتكلم عن نوع من الأخلاقيات، بالعكس احنا بنتكلم عن الأخلاقيات المسيحية. وإذا أردنا أن نسمي الأخلاقيات المسيحية فنقدر نقول إيكوالز الأخلاق المسيحية هي أخلاقيات المحبة التي لا يمكن أن توجد في أي دين آخر أو أي نوع آخر من الأخلاق الأخلاقيات اللي موجودة في العالم كله. تعرفين العالم كله دلوقتي بيتكلم عن الفاليو، بيتكلم عن القيم والأخلاق. فلما بيجوا يكتبوا أي عقد بين اتنين يقولك What is our value؟ الفاليو اللي احنا بنستمتع بيها، إيه القيم اللي احنا بنستمتع بيها في مشروعنا أو البزنس بتاعنا. يا ترى النهاردة احنا ايه الفاليو اللي موجودة داخل كنيستنا وداخل مجتمعات خدماتنا، وايه الفاليو اللي بيملى كياننا وبيملى نظرات عينينا وبيملى حياتنا. انا اقدم ليك اليوم ان الاخلاقيات المسيحية هي اخلاقيات المحبة، والتي لا يمكن ان تنبع من قلب انسان، لكن نبعها هو مصدر الالهام، مصدر الحب هو يسوع المسيح في القلب. اذا امتلك يسوع حياتك فتمتلئ حياتك بالحب، تستطيع ان تخرج للآخرين بهذا الحب المتدفق، الحب الإلهي. لكن إذا امتلأت حياتك بذاتك وأنا وإنتم، سيخرج للآخرين أنا وإنتم. جدال، نقاش، صراع، سموها كما شئتم، هذا كله يدخل في دائرة أي نوع من الأخلاقيات، لكنه ليست الأخلاقيات المسيحية الحقيقية. يمكن في أخلاقيات بيسموها أخلاقيات السوق، أخلاقيات النقابات، أخلاقيات فرق العمل، أخلاقيات البيزنس، أخلاقيات رجال الأعمال مع بعضهم. لكن احنا مش بنتكلم على أي نوع من هذه الأخلاقيات أحبائي، احنا بنتكلم على أخلاقيات المحبة، الأخلاقيات المسيحية، الذي إذا امتلكت قلبك وامتلأت كيانك وامتلأت عقلك، تستطيع أن تكون تلميذ حقيقي ليسوع المسيح. وأنا بنجدك النهاردة، أنت عايز تعيش إيه؟ عايز تعيش لذاتك، عيش لذاتك، مفيش مشكلة، خير ذاتك سيرتد على ذاتك وستعيش لذاتك. لكن إذا عشت للآخرين، إذا عشت بمحبة للآخرين، إذا أفنيت نفسك ووقتك وذاتك للآخرين، هذه هي المحبة التي يبحث عنها يسوع في قلوب الآخرين. لما نتعامل مع الضعفاء
بنتعامل مع المنتال ازاي، بنتعامل مع المرضى العقليين ازاي، بنتعامل مع النفوس المريضة والجعانة ازاي. راقب نفسك وانت بتتعامل مع الناس دي، لو بتتعامل معهم بتجاهل اعرف على طول انه قلبك لسه ما امتلأش بالاخلاقيات المحبة. لكن لو بتتعامل معهم بان هم قيمة حقيقية في حياتك، ناس معتبرين يعني زيهم زي الناس الاغنياء والناس الدكاترة والناس المشهورين، يا ترى لما تبقى ماشي في الشارع وتشوف شخص مشهور ياه ترجع تحكي في كل مكان، ده انا شفت فلان الفلاني النهارده وسلمت عليه وخدت معاه سيلفي وتصورت معاه، يا سلام تفضل ذكرى في تاريخ حياتك كلها ان انت شفت شخص مشهور وتصورت معاه. انا ما شفتش حد ماشي في الشارع شاف واحد هوملس تصور معاه وقال لك يا سلام انا النهارده اتصورت مع واحد من المشردين. ان القيم التي تملأ اذهاننا ينبغي ان نراجعها، ومراجعتنا للقيم التي نعيش بيها هي مراجعة لأخلاقياتنا، وامتلاءنا بأخلاقيات المحبة هو شهادة لأننا تلاميذ حقيقيين لرب المحبة يسوع المسيح الذي أحبنا إذ بذل نفسه من أجلنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فأخلاقيات المحبة أبدية والمحبة لا تسقط أبدا. أحبائي المشاهدين، إن كانت دي رغبة قلبك تعال صلي معايا النهاردة هذه الصلاة عشان نختم الحلقة دي بالصلاة، ونقول النهاردة يا رب املأ قلبي بأخلاقيات المحبة عشان أعيش المحبة الحقيقية اليومية. أبونا السماوي نشكرك يا رب من أجل أنك صرت أنت مصدر الإلهام المحبة الحقيقية لكل العالم. عشان كده يا رب احنا بنصلي النهاردة من اجل برنامجنا عصر الاباء يتكلم انه يكون سبب بركة وتغيير في حياة البيوت والنفوس، فتأتي محبتك يا رب وتصطبغ بها حياتنا من جديد، فلا نكون بعد عارا للناس، فلا يروا فينا المحبة لكن يروا فينا امور هذا العالم زينا زيهم فيتلخبطوا ما يعرفوش هو ده محبة المسيح ولا دي محبة العالم. يا رب املأ قلوبنا بمحبة المسيح فيرى الناس فينا يسوع فيمجدون أبانا الذي في السماء، فيعود المجد اللائق بيك يا رب على الدوام، وتأتي زواتنا يا رب في خضوع حقيقي حتى ما يعرف الجميع أننا تلاميذك. يا رب بشكرك من أجل كلامك لنا النهاردة، وبشكرك من أجل هذا البرنامج أنه يكون صوت بركة لكل قلب ولكل نفس يشاهدنا في هذا اليوم وهذه الحلقة وأي وقت آخر يعاد فيه هذه الحلقة. أصلي من كل قلبي أن تصل هذه الكلمات للقلوب والبيوت اللي فيها خصام واللي فيها انشقاق واللي فيها بعد بعضهم عن بعض، فتملأ قلوبهم بالحب وتملأ حياتهم بالحب الذي هو مصدره أنت بذاتك أيها الإله العظيم، لك كل المجد آمين. أحبائي المشاهدين أشكركم على متابعتكم لحلقتنا النهاردة عن أخلاقيات المحبة، وأنا بصلي من كل قلبي، ويمكن ده موضوع كبير يمكن نتناوله في حلقات أخرى لكن تحت عناوين أخرى، أنه حياتنا تمتلئ بالحب، الحب الذي مصدره هو الله مش مصدره زواتنا. ليبارك الله أيامكم ويبارك الله حياتكم ويبارك الله خدمتكم، وتعطوا عطاء الحب الذي مصدره وحده الله. فأخلاقيات المحبة هي الأخلاقيات المسيحية. سلام المسيح معكم، وأراكم بمشيئة الرب في حلقة جديدة من حلقات برنامج عصر الآباء يتكلم وما زال يتكلم. سلام المسيح معكم.